جميعا يا رب. طيب لحظة لقاء، مخرج معي يا مخرج صح؟ طيب انت عارف من المسابقة اللي زاروا اهلي صح؟ ممتاز، افتح الكاميرا وتجول على وجوه المتسابقين ونشوف من صاحب الحظ السعيد اللي زايرينه اهله اليوم. شنار عدل الجلسة، زاروه، هل تتوقع بيزورونك مرة ثانية؟ جاوا عين فراش وعين غطاء، ولكن عادني عدت الجلسة عشان افرح ذا اللي يشوفه. الله يبيض وجهك يا حبيبي. طيب المتسابق صاحب الحظ السعيد اليوم معنا في لحظة لقاء، فلاح ولا سيف؟ لا سالم خلاص. عبد الله ما شاء الله والشخصية ما شاء الله وش هالزين، بسم المستشار الله عليه، بسم الله عليه والابتسام، الله لا يضره، الله يحفظه من عيون الناس، بسم الله عليك يا عبد الله. ابراهيم مخرج نشب مرة على وجه عبد الله، اعجبه وجه عبد الله، بسم الله عليه. من صاحب الحظ السعيد معنا؟ ناصر آل بريك، وزار الاسبوع الماضي وقرت عينه بشوفة اهله. اليوم نشوف من هو صاحب الحظ السعيد، وما ندري حظه بيكتمل ولا ما يكتمل، لكن ان شاء الله انها تصير لها الفرصة الجميلة. يلا بسم الله يا مخرج. نايف ثامر. عبد الله ولا المتسابق سيف آل سالم؟ مرحبا يا سيف. الله يبقيك. اي نسى كيف المشية فجأة صار في عرجة، بسم الله عليك. الله يحييك. الله يحييهم هم ولا انا واحد منكم وفيكم؟ يحييهم، انت تفجل تجيب الخير. الله يطول عمرك. من تتوقع زايرينك اليوم بالقرية؟ اختي الصغيرة لمار، يمكن ابوي واخواني الصغار. ايش دراك؟ انت قلت بنت صغيرة معهم. صح انا قلت صح. ايه انت قلت بنت صغيرة معهم. جاء انا ولا قلت سعود علوش؟ ليه؟ اخواتها صغار وانا اخواتي والعيال الشباب. طيب اعترف معك جوال، انت داري داري علموكم بيجون؟ لا والله ما دريت والله. اوكي. طيب الآلية الجديدة في اني استأذنكم يا جماعة الخير في اني اغادر من الهاوس وانتم تبقون وتاخذون راحتكم هنا. لا 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 لا، حلقة حلقتين ثلاثة أربع، خلاص طفشنا ملينا يا جماعة الخير، خلاص لبيه. طيب لكم مني ان المخرج شغل لكم الشاشات. بيض الله وجهك. حلو. طيب ولا احد يلحقني، وعطوني سبيكر بعد برضو كمان. تمام يلا بسم الله عشان ما نزعل من بعض ترى. بالتوفيق. بعدين الشيء الثاني، في قفل بالباب بقفل عليكم. ايه لا والله بقفل، ما عليه ما عليه، خربتوا علي الحلقه الاولى والثانيه والثالثه، خلاص ما عاد فيه ما عاد فيه الا قفل ابواب يا حبيبي. انا حظي حظي وعارف زين. تفضل يا غالي. نساء شباب اتفقنا؟ اتفقنا كل واحد يبقى في مكانه، اتفرجوا واستمتعوا، ولا احد يجي بزعل منكم ترى، امان الله. ايوه نقفل الباب يا حبيبي، خلاص زمان الرفاهيه راح يا سيف. دلعناهم دلعناهم دلعنا بما فيه الكفايه، كل ما جات فقره زينه خربوها، كل ما جات فقره اعوذ بالله وش طفشنا. حتى ترك الدوسري ابو سلطان جاء قال 10000 المطالب ولا مالوم. الحلقه الاولى ومشيتها، الحلقه الثانيه ومشيتها، الثالثه مشيتها، الرابعه مشيتها، والخامسه بنمشيها. والله الوضع مزري صراحه، يعني انا الصراحه مزعلني مره الوضع. لا تدري لا ترضى. شوف انا مقفل عليهم صح؟ حلو. حتى انت غالي بقفل عليك. اخوك اصبي. اي والله انت حسب انك طالع من الموضوع. انا حسبك تودي لي لهم. لا والله ما وديك لهم، بقفل عليك بعد انت غالي يا رجال. اي والله والله يا سيف على عين وعراس، لكن ما اقفل على اخوياك وانت ترك تتمشى تاخذ راحتك فيها. لا 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 دقيقه دقيقه دقيقه، سكر 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 سكر. لا يا على طول كذا. لا ما تشوف هلك يا حبيبي، مو عليك هذاك اول يا سيف، اول ايام الدلع والرفاهيه ما عاد فيها الحين. هلا في سجين، ما في مشكله نفتح الباب يا حبيبي للسجين. الله يبيض وجهك اطلع. لا لا ما تطلع يا غالي، خلني اطلع ويدخل السجن. لا 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 ما قبلها هلا بدله. هذاك اول خامسه جالس تقول لي يا سيف، تقول لي والله زودوها. تفضل تفضل يا غالي. لا 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 دخله، دور دور اطلع. تعال. القوانين غيرناها.
ايه طقطق علي يا حبيبي. زمان زمان الرفاهيه راح قبل خمس دقائق طقطق علي. ايه والله يا بلان والله اسف. سيف يا رب سامحني. انت خلف الاسوار خلك وخلف القضبان خلك. اذا تمت المقابله اهلا وسهلا، ما تمت المقابله عادي. هذاك اول اي جلس حتى اول كنت تخربون علي الحين. حظي واعرف هذاك اول. ايه خلك الحين انا افتح لك الباب كله علشان تشوفهم بيجلسون هنا طال عمرك. اي والله والله بجيبهم يجلسون عند الباب هنا والله. يا غالي يا ابوي خلك خلك افتح الباب يا غالي. انت زهقت. افتحوا لهم الشاشه عندهم بالسجن. كيف الله يرد. يلا بسم الله وبينفتح الباب ويجون ضيوفنا الغالين. سيف صباح الخير يا غالي. هذاك اول. يلا يا غالي ابوي سم. يا اخي صعب صعب اختي الصغيره تحسبني مره. لا 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 بالعكس انا كذا مبسوط. يلا بسم الله نفتح الباب ونشوف ضيوفنا الغالين. افتح يا حبيبي افتح. سم هذاك اول يا سيف. هيا مدلع الله لنا. كنت معطيكم انا الاريحيه خربتوا علي مره مرتين ثلاثة أربعة خلاص الله يهديني يا خلاص الله يهديني يا عشرة. سيف